موضوع التصريحات نقابات المسؤولين يعني النقابيين الاتحاد الوطني نقابات قوات الامن التونسي هذه معناتها تصريحات حقيقه فاقت الخيال وفاقت يعني كل الحدود الممكنه او معناتها المسؤوليه النقابيه لانه ما نتصورش انه حتى حد ينجم يقول اليوم مسؤول نقابي بمناسبه اطلاعه على ملفات وما هو موجود بملفات مؤتمن عليها هذا يعطيه الحق باش يخرج للعموم وينسب بناء عليها اتهامات خطيره اتهامات للقضاء، القضاء ماهوش فوق القانون وليس وليس فوق المساءله، والقضاء يجب يكون كذلك في الصف الاول في محاربه معناتها الارهاب، ولكن المساله الملف هذا ما يلزموش يتسيس ما يلزموش يقع استخدامه يعني تحت غطاء الحريه النقابيه اللي باش نوليو معناتها نمارسو في اسلوب الاتهام السياسي للقضاء يعني كله بانه قضاء يغطي على الارهاب وبانه قضاء يدعم الارهاب وبتجاوزات يعني مهوله تتدخل في تفاصيل الحياه الشخصيه للقضاة وفي تفاصيل حرياتهم ولا ناكد لكم اليوم اللي يعني هذايا نجاوبوا عليه احنا واحنا قادرين نفتوه وان كان معناتها ما نجموش ندخلوا معناتها في تفاصيل الحياه الشخصيه انها مغالطات يعني ليس لها ادنى بالنسبه لبعض لحاله مثلا الزميل الذي ذكر في الشمال الغربي على انه من المتعاطفين فمع هذا مع التيار السلفي وعلى انه فهمتني كيفاش يفرض على ابنته ارتداء النقاب هذا كلام احنا مضطرين اليوم معناتها حقيقه ما قعدتناش خيارات في البلاد من الانفلاتات مش معقول نخوضوا في الحياه الشخصيه معناتها لزملائنا ولا اي شخص مش على خاطر القاضي ولكن هذه يعني تجاوزات بلغت قدر من الحده اللي ضرر الحصول فيها للزملاء ما نجمش نتجاوزوه الا ما نقولوا انه ما قيل في الزميل كله يعني اتهامات وافتراءات زائفه. فيما يتعلق بالموضوع الثاني وهو عرض القضاء بالاعلان انتم تعرفوا وهذا مش جديد عليكم معناه موقف جمعيه القضاه التونسيين ما هوش موقف حديث هو موقف قديم جدا احنا من اكثر الناس اللي ندافعوا على حريه التعبير وحريه التعبير وحريه الاعلان قناعه منا وان لا يمكن باي حال من الاحوال ان نتحدث عن انتقال ديمقراطي او معناها دوله تكون معناها متركزه على اسس ديمقراطيه في غياب اعلان حر و معناها والكلمه الحره هذايا موش جديد ومواقفنا كانت قديمه واحنا كنا حتى من السابق قلنا انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تسلب حريه اي انسان من اجل افكاره خاصه اذا كان الامر كذلك تعلق باعلامي وكنا نتذكر هذايا الموقف نتاعنا اللي صدرناه في 23 فيفري كان تذكروا بمناسبه قضيه الجريده التونسيه اللي وقتها تم نشر الصوره كنا واضحين وطالبنا باستبعاد كل الفصول التي الفصول في المجله الجنائيه التي تسلب حريه الاعلاميين والصحفيين وتفعيل يعني الفصل المرسوم 115 هذه قلناه بوضوح